تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أعلن منتدى الشرق الأوساط للاستدامة عن إطلاق نسخته الثانية في 9 يناير لعام 2024 في مملكة البحرين. منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ينطلق تحت عنوان تحقيق الحياد الكربوني الصفري طريق تسريع التنفيذ لدعم الجهود الإقليمية في خفض الانبعاثات الكربونية. وفي معرض تعليقه على إطلاق النسخة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، صرح وزير النفط والبيئة أن انطلاق النسخة الثانية جاء بعد النجاح والتميز الذي حققته النسخة الأولى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وهو تأكيد على حرص المملكة في دعم المبادرات والبرامج التي تعزز مبدأ الشراكة الوطنية والتعاون الدولي في مختلف مجالات التنمية المستدامة، منوها في الوقت نفسه بأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون ورفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول والمنظمات والجهات المعنية بالتصدي لآثار تغير المناخ والوفاء بالالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالمناخ والبيئة والتنمية المستدامة.